افتتح سعادة الشيخ سلمان بن محمد الخليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني ورشة عمل حول مناقشة ضوابط الأمن السيبراني في القطاع الصحي التي ينظمها المركز الوطني بالتعاون مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. وبهذه المناسبة أعرب الشيخ سلمان بن محمد الخليفة عن شكره وتقديره لمعالي وزير الداخلية لدعمه الدائم وتوجيهاته السديدة وحرصه واهتمامه بتنفيذ ومتابعة ما يرفع مستوى الأمن السيبراني في مملكة البحرين وتعزيز القدرات وتوفير الإمكانيات اللازمة للرصد والتصدي للتهديدات والمخاطر وتوفير بيئة آمنة في الفضاء السيبراني للمملكة بما يتماشى مع رؤية 2030. وأكد أن المركز الوطني للأمن السيبراني يسعى عبر إقامة هذه الورشة إلى مناقشة الضوابط الأمنية للقطاع الصحي مع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة لتتناسب مع أفضل الممارسات الدولية، معتبرا أن تنظيم مثل هذه الورش والعمل على تأمين أنظمة الحماية بما يتواكب مع التطورات والمستجدات في مجال الأمن وما يشمله من تحديات هو من العوامل الأساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة بتوفير بيئة سيبرانية آمنة للقطاع الصحي. وأشار إلى أنه قد تم خلال الورشة مناقشة المسودة الأولية لوثيقة ضوابط الأمن السيبراني الموجهة للقطاع الصحي والتي تتضمن المتطلبات الضرورية لتمكين المستشفيات والمؤسسات الصحية من حماية أنظمتها وشبكاتها وتطبيقاتها وتعزيز الأمن السيبراني لديها. تهدف هذا المعايير لرفع المستوى الأمني لدى القطاع الصحي ورفع إجراءات والآليات الموجودة للمستشفيات لحماية البنية التحتية وبيانات المستخدمين. الورشة اليوم هدفها نشرح المعايير ونحط مراحل لتطبيق هالمعايير على مستوى المؤسسات الصحية لرفع الجودة في مستوى الأمن السيبراني لدى هذه المؤسسات. القطاع الصحي يعتبر من أهم القطاعات اليوم موجودة في القطاعات الحيوية. هناك عدة أمور يجب أخذها في الاعتبار مثل المعلومات الطبية، معلومات الأفراد الطبية والأجهزة الطبية المرتبطة بالأنظمة والشبكات يعرضها لعدد من المخاطر. أولا المركز الوطني للأمن السيبراني اهتمام في القطاع الصحي ومن خلال وضع المعايير والضوابط اللي تعزز من الأمن السيبراني في المؤسسات الصحية.